مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في الحلقه الخامسه من برنامجكم ملاعب الكان، البرنامج اليومي على قناه ميديان تيفي الذي نواكب من خلاله كل تفاصيل كاس افريقيا في نسختها 34. في حلقة اليوم حديث مفصل عن المنتخب المغربي الذي أنهى تحضيراته لمنازلة نظيره التنزاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، والتي ستعرف الظهور 19 لأسود الأطلس في الكان. غياب واحد رسمي تم الكشف عنه من طرف الناخب الوطني وليد الركراكي، والأمر يتعلق باللاعب نصير المزراوي الذي يعاني من إصابة، ورغم ذلك قد تكون هناك مفاجآت في تشكيلة النخبة الوطنية في مباراة الأربعاء. في حلقة اليوم ستضاف فقرة جديدة لبرنامج ملاعب الكان، فقرة تفاعلية هي فقرة تحليل الأداء، فيها سنتعرف على العديد من المعطيات التي تخص بالأساس المنتخب المغربي وباقي المنتخبات المشاركة في كان الكوديفوار. ولمناقشة محاور الحلقة الخامسة من برنامج ملاعب الكان معنا كالعادة سي عفطيف الحمام المدرب والإطار الوطني، مرحبا بك. مرحبا بسي عبد الله، مرحبا بالضيوف الكرام وبالجمهور، ونتمنى أن يستمتعوا بهذا التحليل وبأمسية رياضية ممتعة. أهلا بك، ومعنا من جديد الإطار الوطني والمحلل الرياضي عثمان الدبي. مساء الخير. مساء النور، مساء النور يعني الضيوف والجميع المتابعين ومتتبعات قناة ميديا تي في. وسيرافقنا كالعادة محلل البرنامج محمد الحجوي. مساء الخير. أهلا وسهلا أخي عبد الله، تحية لك والضيوف الكرام وكذلك المتابعين الكرام. أهلا بكم ضيوفي الكرام، وسيلتحق بنا بعد قليل من مدينة سان بيدرو مفاد قناة ميديان تيفي إلى كان الكوت ديفوار منصف عدي. غنسوا مباراة اليوم اللي فيه مفاجآت أخرى تخص منتخبات شمال إفريقيا، موريتانيا وبالتحديد تونس بشكل أكبر، ولكن غنمشيو اليوم للمنتخب المغربي على أساس أن نتائج اليوم غنتعرضوا لها في الدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. واجهة قوية في انتظار المنتخب المغربي، هكذا علمنا الكان بعد النتائج اللي شفناها. يعني جميع منتخبات شمال إفريقيا لم تفز لحد الآن، كيف ترى المواجهة المرتقبة بين المغرب وتنزانيا؟ سي عبد الله، المقابله ديال الغد ان شاء الله الرحمن الرحيم مع منتخب تنزانيا غتكون مختلفه اختلافا كلي عن المقابله اللي سبقنا لعبناها في تنزانيا، وكان المنتخب المغربي انتصر بهدفين لصفر. يعني المنتخب التنزاني وبينت الكره الان في الكره ديال الافريقيه على انك ما كاينش منتخب صغير ومنتخب كبير، بل كل الفرق دخلت بواحد العزيمه. الشيء الجميل اللي كاين في هذه الدوره ديال ساحل العاج هو ان النهج التكتيكي غالب على جميع الفرق. لاحظنا بان كاين واحد الكتله، يعني جميع الفرق اللي كنا كنتصوروا ان غيكونوا الحلقه الاضعف في المجموعه ديالهم هما اللي خلقوا المفاجاه بالنظام التكتيكي، وهذا اللي كان النقطه ديال الضعف ديال الكره الافريقيه فيما مضى من ناحيه التقنيه. كتجار لاعبين ممتازين، ولكن على المستوى التكتيكي او النهج اللي كيقوموا به كيلعبوا به داخل الميدان كنلقاو الضعف وعدم مقاومه الفرق الكبيره. فهذه الظاهره اللي كاينه في ساحل العاج جميع الفرق كاين بطبيعه الحال كاين الاخطاء، ولكن كاين تفاوت، ولكن عموما يعني كل منتخب يقدر يفاجئك في هذا الكاس. هذا هو النقاش ديالنا سي عبد الفقر. نمشيو الان لسان بيدرو وهذه المراسله للزميل منصف عدي حول اخر تحضيرات المنتخب المغربي لمواجهه منتخب تنزانيا، ثم نعود. اهلا بك عبد الله وبمشاهدي ميديان تيفي الكرام. نتواجد هنا من امام ملعب اوغوست دينيس هنا بمدينه سان بيدرو بالكوت ديفوار، مسرح مباريات المجموعه السادسه للمنتخب المغربي والتي تضم كذلك منتخبات زامبيا وتنزانيا الى جانب الكونغو الديمقراطيه. المنتخب المغربي وضع هنا اخر اللمسات استعدادا لمواجهه نظيره التنزاني لحساب اولى جولات المجموعه السادسه. الحصه عرفت غيابا وحيدا وهو الغياب الرسمي الوحيد لحدود اللحظه، وهنا اخص بالذكر الظهير نصير مزراوي بسبب الإصابة، كما جاء كذلك على لسان الناخب الوطني وليد الركراكي من خلال مؤتمره الصحفي الرسمي الذي يسبق المباراة. علينا الأجواء هنا عائلية، وهناك جو من المرح يعكس الاستعداد النفسي والبدني والتركيز الجاد. ركز خلال النظر الصحفي أنه لن يغير الكثير من أسلوب لاعب المنتخب المغربي هناك في مونديال قطر، لكن سيكون تعامل يعني بشكل خاص مع ظروف الطقس هنا وغيره من الأمور البدنية التي تعرف وتتميز بها البطولة القارية الأغلى كان الكوت ديفوار 2023. هناك غياب نصير مزراوي قال قد يكون مؤثر شيئا ما، لكن أكد جاهزية جميع اللاعبين المتواجدين في اللائحة والكل قادر على منح الإضافة المرجوة للنخبة الوطنية حسب قوله دائما.
إذا شكرا لزميل منصف عدي مفاد قناة ميديا تي في لكان الكوت ديفوار. سي عثمان، المنتخب المغربي أنهى تحضيراته اليوم لمواجهة منتخب تنزانيا في مباراة ستجرى في 6 مساء من يوم الأربعاء. جميع العناصر على أوبة الاستعداد باستثناء غياب واحد اللي هو يكون ديال اللاعب نصير مزراوي. قبل ذلك كان مؤتمر صحفي لوليد اللي تكلم فيه على بزاف النقاط. كيف كتشوفتي هذه المواجهة؟ وبكل صراحة مواجهة غتكون قوية وقوية جدا، لأن الآن شاهدنا بأن مجموعة من الفرق شمال إفريقيا طاحت في الفخ ديال استصغار ربما الفرق المنافسة. تنظن بأن المنتخب الوطني المغربي أمامه فرصة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية. يبقى الان عندنا 7 ديال المقابلات ان شاء الله من اجل النهائي. غدا غتكون اول مقابله ومن بعد يوليو يبقاو 6. التركيز على المستوى، ودائما اكرر نفس الكلام، التركيز على المستوى الذهني، اللياقه البدنيه. تنظر بان هناك طاقم احترافي من المستوى العالي والرفيع، لا خوف على المنتخب الوطني المغربي من هذه الناحيه، فقط التركيز على المستوى الذهني. ويعني خلق يعني ملي نكون عندنا لا بوزيسيون دو بال وتنبغيو نمشيو لشي او خلق فرص لتسجيل اهداف، دائما نحميو الدار ديالنا، لان من لي كونتر اتاك ديال الفريق المنافس اللي غيحاول ما امكن تحقيق الذات امام فريق مونديالي، فريق من العيار ثقيل، فريق عالمي. اذا فقط نحميو الظهر ديال ديال نعم. ديال المنتخب الوطني المغربي عند امتلاك الكره، ونكونوا في لو ديرني تيغس ديال المنتخب. غنعملوا قراءه تقنيه لكل تفاصيل المواجهه المرتقبه يوم غد في 6 مساء، ولكن قبل ذلك غنمشيو نشوفوا ماذا قال وليد الركراكي حول مواجهة المنتخب المغربي وناديريا تنزانيا. على الماتش ديال تنزانيا بحال اللي شفتو ديبي ديبي لا كومبيتيسيون، ما كانش ماتش سهل، كان بزاف لي سوربريز. الماتش الاول سوفون مهم باش ندخلو في لا كومبيتيسيون. غنديرو بحال ديما بحال في اي كومبيتيسيون اللي كنلعبو، غندخلو باش نجيبو لي 3 بوين ان شاء الله، باش نبداو مزيان لا كومبيتيسيون، باش نهزو الثقه من الاول. بالحق سافيت ان ماتش ديفيرون ديال الماتش اللي لعبنا في تنزانيا في كاس العالم. نوفيل كومبيتيسيون، نوفيل موتيفاسيون ليهم، سادابتي او كونديسيون تاع هما، مي الحمد لله اوني بريباري بور سا. دابا اون ا بيان ترافايي علينا 15 يوم. جو بونس كو لو جروب Ça fait longtemps qu'Irdem, qu'il y a un match d'Ibda, mais je ne trouve pas la compétition, Inch'Allah. لأن المنتخب المغربي جاهز لخوض مباراة تنزانيا كما قال المدرب وليد، الذي أكد بأن المنتخب يريد أن يفوز بهذه المباراة لمنح الثقة للاعبين، ويقول بأن مباراة الأربعاء ستكون مختلفة عن مباراة تصفية المونديال اللي جرت بين المغرب وتنزانيا قبل شهرين، وكانت فيها الغالب بطبيعة الحال للمنتخب المغربي. والفريق الخصم عنده فرصة باش أنه يدرسنا من خلال المباراة اللي كانت، اللي ممكن أنهم يشوفوا بعض النقاط اللي لعبنا بهم يدرسوهم ويخدموا عليهم باش يقدروا على أنهم ياخذوا مثلا على الأقل نقطة من المباراة. الهدف ديال وليد الركراكي وديالنا كاملين هو أنه ما نخليوش الخصم أنه ياخذ هذه النقطة هذه، فغادي تكون كتعثر للبداية. أفضل سيناريو ممكن نبداو به هو أنه ناخذوا 3 ديال النقاط باش المباريات الموالية نسيروا الإيقاع ديال التباري بطريقة اللي بغى وليد، وكذلك نسهلوا حتى العملية ديال الحسابات ونعرفوا راسنا كيفاش الوضع ديالنا غادي في دور ديال المجموعات. نعم. جميع المنتخبات اللي دخلت الكأس الإفريقية وخاصة المنتخبات الشمال إفريقية اللي ربما عندها واحد الأفضلية النسبية على باقي المنتخبات وعلى بعض المنتخبات أقول بالتحديد، ولكن نتائج لشنا تعطينا واحد الانطباع مختلف. السي عفطيف، قد نرى مفاجآت، لذلك يقول وليد الركراكي بأنه سيخوض مباراة بمباراة. احسن سيناريو يمكن يتبعه المنتخب المغربي هو ان يمكن حتى الظروف عاونتنا، لان لاحظ المنتخب المغربي على انه كان في اخر المقابلات اللي غادي يلعب، يعني شاف السيناريوهات ديال كل مقابله الطريقه ديال اللاعب ديال كل فريق، الطريقه اللي لعب بها والاسباب، حتى الاسباب ديال الهزيمه، لان اي مدرب اللي كتكون كتسالى النتيجه كانت ايجابيه ولا سلبيه كيدرسوها وكيحاولوا يشوفوا المعطيات، نقاط الضعف، نقاط القوه. اذا هو بالنسبه لي ولا بالنسبه للاعبين عطاتهم واحد الدرس، لان بحال اللي قلنا كنعرفوا بان لا
الجزائر ولا تونس ولا مصر كان بين المرشحين اللي ظفر بهذا الكاس، ولكن اليوم بانت بان على الورق ممكن ولكن في الواقع شيء اخر، وهذا بطبيعه الحال غادي يعطي واحد النوع ديال الثقه للمنتخب المغربي، لان ما غادي يدخل شي مستصغر الخصم او غادي يقول انتصرنا عليه في تنزانيا بهدفين لصفر، ربما كانت تكون النتيجه اكثر، راه غادي نلقاو منتخب متغير، منتخب غيلعب اسلوب جديد، اسلوب حماسي، خصوصا هذه الايامات اللي شفنا بان هناك ضغط نفسي على اللاعبين، تصريحات ديال المدرب، واليوم بطبيعه الحال تراجع على ديك التصريحات وقال بان تفهمت بالمفهوم خطا وانه غادي يواجه رابع منتخب عالمي، هذا كيعطيه واحد الفخر واحد الاعتزاز. حنا بالنسبه لنا كمغاربه او كلاعبين اللي داخلين غدا في التشكيله، ربما التشكيله غادي تكون مختلفه او لا تقدر تكون كيف ما كان النوع ديالها، واحد النوع ديال اليقين على ان المقابله ما غتكونش سهله، وغادي تربح جوله بجوله، الشطر الاول من المقابله غتكون بطريقه والشطر الثاني، لان شنا فهاد خلال هاد المقابلات اللي لعبت المنتخبات العياء كيسب جميع الفرق بدون استثناء، يعني على ان المنتخب المغربي مطلوب منه انه هو كيفاش يتعامل مع المقابله خلال الاشواط ديالها كلها، لان لاحظنا كاين من المنتخبات لعبت الشوط الاول بحال الجزائر ان كان يمكن لها تكون النتيجه كبيره، الشوط الثاني المخزون البدني المخزون الذهني تراجع وكان ربما تخسر. هذا هو المشكل اللي ربما اللي يقدر يواجه المنتخب المغربي، ونتمنى انه ما يواجهش المنتخب الوطني، هو مشكل العياء تقسيم الجهد على يعني فترات على المقابله مهم جدا. بطبيعه الحال كيف ما قال وليد، قال كندير انا مباراه ما كنشوفش المستقبل، كنشوف مباراه تنزانيا، خصني نفوز في تنزانيا ثم نناقش باقي المباريات. مشكل العياء مشكل مطروح لباقي المنتخبات، وهذا حسينا به وشفناه. حتى المنتخب التونسي اليوم كيخسر، بالتالي هذا المعطى خصنا ناخذوه بعين الاعتبار. نعم اكيد، لان اول شيء ربما لان ربما تحدثنا ليله البارحه على ظروف المناخيه اللي في افريقيا، يعني في الكوت ديفوار، ربما تقسيم الجهد شيء مهم ومهم جدا، لان على فترات المقابله عندما تكون الرطوبه عاليه، وتنظر بان في الكوت ديفوار الان وفي سان بيدرو ربما الرطوبه وصلت واحد النسبه اللي في الوقت من الاوقات، يعني السيد وليد الركراكي سانكيتي يعني لهذه النسبه الكبيره، لكن ربما تقسيم الجهد اول شيء، ثانيا التحضير على المستوى الذهني، لان ربما اذا كان التحضير على المستوى الذهني في اعلى المستويات اللاعبين يعرفوا يمشيوا للخزان البدني ويجبدوا اكثر نسبه ممكنه من الخزان من اجل يعني استكمال المقابله في احسن ظروف وتحصيل نتيجه ايجابيه، لان كيف ما قلت بدايه الكلام الان سبع مقابلات ان شاء الله باذن الله، اول مقابله غدا، ونتمنى نوصلوا للمقابله السابعة وتحقيق مبتغى جميع المغاربة محبي فريق المنتخب الوطني المغربي المونديالي، اللي فقط نقطة مهمة ربما بأن يجب أن أشير بأن المونديال لا علاقة له بكأس إفريقيا، لأن كل الطقوس ديالو المونديال له طقوس، والكأس إفريقيا عند الأفارقة على وجه الخصوص عندهم يعني أجواء أخرى. اليوم المنتخب المغربي كان أول منتخب حط الرحال في الكوت ديفوار للتحضير لهذه البطولة الإفريقية، ظروف مثالية هكذا تصاف، لوجيستيك تنقل أي حاجة كل شيء احترافي، ولكن اليوم غنوصلوا للمرحلة الحاسمة اللي الأبطال فيها هما اللاعبون واللي هما خصو يبينونا حنت يديهم كما يقال. اليوم فقرة ملاعب كان عندنا فقرة جديدة اللي هي فقرة تحليل الأداء، واللي غير فقنا فيها طيلة هذا الشهر ديال كأس إفريقيا صديقنا محمد الحاجوي. اليوم غنتعرفوا على بزاف المعطيات، أول معطيات سي محمد هي التشكيلة اللي كيأمن بها وليد، أكثر اللاعبين اللي كيلعبوا مع وليد، وغنشوفوا هذا الشيء في هذه الشاشة اللي غيوضحنا فيها سي محمد، يمكن لك تفضل، اللي غيوضحنا فيها يعني التشكيلة اللاعبين اللي كيأمن بهم وليد، واللي دائما داخلين في الفكر التكتيكي ديالو، يعني هذه أكثر من سنة وأربعة أشهر تقريبا على قدوم المدرب وليد، وبعض اللاعبين كيتكرروا مباريات كثيرة. سي محمد الكلمة لك. من أول الأمور اللي لابد على أننا نسلطوا عليهم الضوء، وهو الثقة ديال وليد الركراكي في اللاعبين اللي كيآمن بهم في المنظومة ديالو اللي كيبني عليهم، وهنا عندنا بعض الأرقام والإحصائيات ديال اللاعبين من خلال المشاركة ديالهم مع وليد الركراكي، وهنا كتبين بأنه وليد الركراكي أكثر لاعبين من اللي جا للمنتخب الوطني المغربي، هاد 11 لاعب هما اللي كيثيق فيهم بزاف، يعني لاعبين بدرجة أولى، حكيمي اللي واخذ أكبر عدد من الدقائق، كذلك ياسين بونو اللي هو ثاني لاعب واخذ أكبر عدد من الدقائق مع وليد الركراكي،
وكذلك القائد رومان سايس وبقيه اللاعبين جميع الارقام ودقائق اللاعب ديالهم والمشاركه ديالهم مع المنتخب الوطني المغربي فكتوضح هادو هما اللاعبين اللي وليد ركراكي تايق فيهم. الا قلنا شي حاجه بانه وليد ركراكي عنده تشكيله في المفكره ديالو تشكيله اللي كيتيق فيها لاستثناء اللي ممكن انه يخلق الفارق هو الاصابه وعدم الجاهزيه ديال بعض اللاعبين. طبيعة الحال كما قلت سي محمد هادو هما اللاعبين اللي كيامن بهم وليد وهاد اللاعبين كاملين موجودين في تشكيلة المنتخب المغربي في كأس إفريقيا هناك في الكوت ديفوار. بطبيعة الحال غياب واحد سيكون لحد الساعة هذا هو الرسمي هو غياب اللاعب نصير المزراوي الذي يعاني من إصابة، لكن اليوم كاين لحد 27 لاعب سي محمد نبغيو نعرفوا معك يعني التشكيلة ربما المتوقعة لهذ المباراة. فمن طبيعة الحال وليد ركراكي في ظل اللاعبين اللي هضرنا عليهم اليوم أكثر لاعبين كيتيق فيهم واخذين دقائق والإحصائيات فهي كتوضح مدى الأهمية ديال هاد اللاعبين في المنظومة ديال وليد، هما نفسهم اللي كانوا معنا في كأس العالم هما نفسهم معنا في كأس أمم إفريقيا، ولدرجة الإهتمام والثقة ديال وليد ركراكي في هاد اللاعبين فشفنا بعض اللاعبين عندهم ضعف ديال التنافسية اللي منهم سفيان بوفال حضروا معاه وكذلك لاعب اللي عنده اصابه فتاق فيه وخلاه مع هذيك الكتيبه 11 اللي كيامن بها وليد اللي هو نصير مزراوي، ولكن لابد على اننا نديروا واحد التشكيله متوقعه حسب من طبيعه الحال الراي ديالنا مبني على معطيات اللي من خلال الشوفه ديال وليد الثقه ديال وليد اللي غادا توضح لنا تشكيله 11 اللي ممكن انه وليد يلعب بها. واول مركز اللي نبداو به هو المركز ديال حراسه المرمى اللي اخي عبد الله كيف ما كنشاهدوا وكنعرفوا بانه ياسين بونو من الحراس اللي ماشي غير في افريقيا اللي عنده اداء كبير على المستوى ديال العالم وخير دليل هو المنافسه ديالو مع ايديرسون كذلك كورتوا على جائزه احسن حارس في العالم، فهذا كياكد بانه ياسين بونو غادي نعتمدوا عليه ونعولوا عليه بزاف في كاس امم افريقيا. هذه نمشيو للاعبين ديال خط الدفاع فعندنا لاعبين اللي هما في المستوى والعطاء ديالهم ثابت وكذلك الجاهزيه ديالهم كامله اللي هو اللاعب نايف اغرد، كذلك في الجهه المقابله للاعبين ديال المحور هما هادو اللي عندنا رومان سايس عبد الكبير عبقار شادي رياض وكذلك يونس عبد الحميد. هنا التساؤل شنو وليد اين اللاعب اللي يقدر يثيق فيه، واش رومان سايس القائد ديال الفرقه او انه يعطي فرصه لاعب اخر؟ وشخصيا كنتوقع بانه الا كان سايس موجود فهو اللي غادي يبدا في المركز السي محمد ديال المحور. السي محمد هنا غنقطعك اذا سمحتي، رومان سايس كانت هناك كلام ربما انهم يكون جاهز هذه المباراه، ولكن وجوده اليوم في المؤتمر الصحفي اللي يسبق المباراه يؤكد بان اللاعب جاهز. في حاله ادامه كان سايس غير حاضر يعني بدنيا، شنو هما الحلول اللي يقدر يكونوا عند وليد؟ كاينين حلول بديله لوليد ركراكي في المباراه الوديه والاخبار اللي وصلتنا اعطى فرصه لاعب شاب ديال ريال بيتيس اللي هو شاذ رياض والمستوى اللي قدم خاصه مع الفريق ديالو وكذلك مع المنتخب الاولمبي كيشفع عليه لانه يتواجد مع المنتخب الوطني المغربي هو اللاعب اللي ممكن انه يكون كمعوض حسب رايي لرومان سايس في هذا المركز. هذا كاين واحد التساؤل اللي من طبيعه الحال عند بزاف ديال الناس كيقول علاش نختاروا شاذ رياض وما نقدروش نديروا تعويض بلاعب اللي حتى هو تقريبا بنفس البروفيل ديال رومان سايس اللي هو اللاعب يونس عبد الحميد. هنا هذا نقاش اللي من طبيعه الحال غادي يبقى مفتوح، ولكن حسب رايي فكنتوقع بانه شاذ رياض في نظام لاعب اللي كيلعب فيه بيتيس مع بيليغريني تقريبا في منظومه دفاعيه خاصه نفس اللي كيلعبوا بها في المنتخب الوطني المغربي، بمعنى كيلعبوا بجوج ديال اللاعبين كقلب دفاع، عكس اللاعب يونس عبد الحميد اللي في الفريق ديالو في الدوري الفرنسي كيلعبوا بثلاثه ديال اللاعبين في الخط ديال المحور هو اللي كيلعب في هذه الجهه هذه. فهنا شخصيا بنيت على انه الاقرب هو اللي يكون شاذ رياض بحكم انه كيمشي مع ذاك النظام مولف يلعب به، عكس اللاعب يونس عبد الحميد ويلا احتاجينا بحال النظام اللي كان كيلعب به في اخر دقائق في كاس العالم الا كان شي مباراه بغينا ناخذوا النقاط ديالها ونخليو الخصم اننا ندافعوا بثلاثه ديال المحاور كيف ما درناها في كاس العالم، وهذه تقدر تكون فقط في بضع مباريات مع منتخبات قويه، فانا ذاك نمشيو ليونس عبد الحميد كنظام لاعب ديال ثلاثه ديال المحاور. فهنا سي محمد نعم اخي عبد الله احنا دابا كنتكلموا على مباراه تنزانيا، واش مباراه تنزانيا طريقه لعب هذا المنتخب واش يمكننا في غياب وما كناكدوش الغياب بطبيعه الحال احتمال فقط ديال سيس، واش رياض هو الانسب ام عبد الحميد؟
طريقة لعب منتخب تنزانيا حسب ما كتوفر عليه من إمكانيات المنتخب ديال تنزانيا اللي غادي يلعب لنا تقريبا بنفس الطريقة اللي لعبنا معاهم في المباراة اللي كانت قبل، على أنهم يلعبوا لنا على المرتدات والتحولات السريعة، فأنسب لاعب اللي حسب رأيي يكون مناسب لهذا النظام ديال اللعب هو اللاعب شادي رياض، بحكم أنه حتى السرعة دياله فممكن أنه يكون اللاعب اللي يرجع في حالة إلى كنا مطلع على البلوك وما نخليوش هذيك المساحة خاوية ما بين بونو وما بين المحاور، عكس يونس عبد الحميد اللاعب اللي عنده شي شوية ديال البطء مقارنة بشادي رياض. سي محمد تفضل. اسمح كاين واحد الملاحظة صغيرة، وأن هذه مقابلة رسمية وكاين فرق ما بين مقابلة رسمية ومقابلة حبية ودية. يعني شادي رياض ما كنقلوش من القيمة ديالو كلاعب، ما كنقلوش من القيمة ديالو كمدافع اللي برز والمكانة ديالو في نادي بيتيز وعطاه واحد الأهمية كبيرة، ولكن على حسب الدراسة ديالنا والمعرفة ديالنا بوليد الركراكي يعني كيلعب بالثوابت اللي كيأمن بها، وهذه الثوابت هي اللي كتضمن له أن الحصانة الدفاعية. وكنعرفوا أي مدرب أهم حاجة كيبدا فيها في التدريب هو حراسة المرمى، خط الدفاع، يعني هادو هما الأساس. يعني في المنظور ديالي أنا كنشوف بأن المدافع وليد غادي يغير وغادي يلعب بيونس محمود هو اللي غادي يلعبوا تما كمدافع على حسب التجربه ديالو والسن ديالو، ربما هذا هو كان الاخر في المسيره ديالو. هذا اذا كان رومان سيس غائبا عن المباراه، ولا اعتقد بانه سيكون غائب عن المباراه. وبالنسبه للتوقع ديال الاستاذ عبد اللطيف، فتوقع اللي تقريبا نقدروا نحطوه كواقع بحكم انه البروفيل ديال سيس قريب من يونس عبد الحميد، لكن الرؤية ديالي الشخصية بالمتابعة ليونس عبد الحميد اللي دائما مع الفريق ديالو فرنسا كيلعبوا بخط دفاع كيتكون من ثلاثة ديال المحاور، وشادي رياض لعاب اللي عنده السرعة زائدا لعبوا مع فريق اللي غادي يسحبنا لعنده ويلعب لنا المرتدات في حالة من طبيعة الحال الارتداد من اللي ضيع لنا الهجمة. فأنا شخصيا كنتوقع يكون شادي رياض في حالة من طبيعة الحال إلى ما كان السيس، فإلا كان السيس موجود فربما هذا النقاش ما غاديش يكون فوالا. نمشيو البسيط ربما استاذ عبد الله اللي كان ممكن. سي محمد، هل تظن بان الناخب الوطني بالنسبه للتكتيك المقابلات غد ان شاء الله باذن الله واش غيلعب يطلع له بلوك او لا غيلعب ان بلوك ميديان ولا با، في النظر ديالك يعني شنو التوقع ربما باش اللي غيكون في مقابلات غد ان شاء الله؟ بالنسبه للنظام ديال اللاعب اللي من طبيعه الحال موجودين وغادي نهضروا عليه، سواء النظام ديال المنتخب الوطني المغربي والنظام ديال المنتخب ديال تنزانيا، فكتوقع شخصي وليد الركراكي غادي حسب مجريات ديال اللعب، فمن طبيعه الحال لقاو راسنا في بعض الاحيان لاعبين مع منتخب نص الفريق كامل يكون في نص التيران، فنفس الطريقه اللي لعبنا معاهم في اخر مباراه. ففي هذه الحاله وليد الركراكي نتوقع لانه يلعب بلوك نصف متقدم يعني البلوك ميديوم، وهذا كتوقع من طبيعه الحال الصوره اللي تبان لنا بالوضوح الكامل ديالها هي من خلال المباراه من طبيعه الحال. سي محمد كاين واحد الملاحظه صغيره، بان المنتخب المغربي ملي لعب في كاس العالم لعب نهج تكتيكي اخر، لعب ضد فرق عندها مستويات عاليه منظمه كيرجعوا للدفاع بسلاسه، اذا المقابله ديال غد غتكون مختلفه اختلافا كليا على المقابله ديال المونديال. يعني المطلوب او المفروض على المنتخب المغربي هو البطل، هو اللي خصو يفرض الشخصيه ديالو الاسلوب، ما كنظنش بان الطريقه اللي لعب بها في المونديال هي اللي غيلعب بها غدا، لان ما نتسناوش حنايا تنزانيا تتهجم علينا عاد نعملوا رد الفعل. يعني حنا خصنا كمنتخب مغربي بالامكانيات الماديه والبشريه نكونوا حنا المبادرين. نعم. يعني النهج التكتيكي هو اللي خصو يتغير. كنظن بان اي مدرب كيغير النهج التكتيكي ديالو خلال المقابله على حسب المتطلبات، لان شفنا مره اخرى في المقابله اللي لعب مع كوت ديفوار لعب بثلاثه ديال خطط ديال اللعب، بدا ب 4-1-4-1 في الشوط الاول، في الشوط الثاني لعب 4-4-3-3، وملي دخل الكعبي لعب 4-4-2، وهذه كلها فقط لقياس المستوى ديال اللاعبين، لان كنعرفوا ان اي مدرب في النهج التكتيكي ديالو راه ما كيبنيش بالافكار ديالو، ولكن بناء على المعطيات ديال اللاعبين والقدرات ديالهم الذهنيه والجسديه واش يقدروا يتحملوا ذاك النهج التكتيكي، اضافه الى المستوى ديال الفريق الاخر كيف الطريقه اللي غيلعب بها، واش غيلعب بلوك با يعني بكتله دفاعيه او كتله، وكنعرفوا بان جميع الفرق انطلاقا المقابله الاولى ديال كان الى الحد الان كلهم كيلعبوا بنهج تكتيكي منظم جيدا، كيتراجعوا كيدافعوا ب10 بهم، وفي الهجوم كيتحولوا الى خطه هجوميه 4-3-3. دابا الهجوم كاينه في البلاطو ديال ملاعب الكان تجاه السي محمد الحاجوي، ما خليناش نكمل التشكيله المحتمله. سي محمد نمشيو للاجنحه
مادام كاينه اكراد اسيس في خط الدفاع بنسبه كبيره غيبقى في المدافع الايسر. احنا من طبيعه الحال كنديروا واحد التوقع وغدا ان شاء الله نشوفوا شكون اللي اقرب للتوقع. فبالنسبه للتوقع الشخصي كنشوف بانه رومان سايس في حاله الا كان موجود وجاهز 100% هو اللي يكون كلاعب رسمي، وفي حاله الا ما كانش موجود كتوقعي الشخصي من طبيعه الحال فربما يكون كبديل اللي هو شادي رياض. غدا نشوف شكون اللي جاب اكبر عدد ديال التوقعات صح. على كل حال نمشيو للاعبين ديال الاظهره. الوضوح التام في المركز ديال اللاعب اشرف حكيمي. بالنسبه للجهه اليسرى فيحيى عطيه الله في ظل غياب بسبب الاصابه للاعب نصر مزراوي، فيحيى عطيه الله هو اللي حسب رايي غادي يكون كمدافع في الجهه اليسرى للمنتخب المغربي. اذا هنا كيكتمل الجدار الدفاعي ديال المنتخب الوطني المغربي. جوج ديال اللاعبين في المحور ظاهر ايمن وظاهر ايسر. نمشيو دابا للاعبين ديال وسط الملعب. من اللاعبين ديال وسط الملعب الدفاعي لا واحد حتى شي واحد ما يختلف على المركز ديال اللاعب والعطاء ديال اللاعب سفيان امرابط. كذلك بالنسبه للاعبين اللي يكونوا عندنا في المركز ديال الوسط الهجومي او المركز ديال بوكس سو بوكس، عندنا جوج لاعبين اللي كنتوقع غادي يكون اللاعب عز الدين اوناحي باش نستافدوا من المثلثات ديالو والانسجام ديالو في هذيك لاماركزيه مع اشرف حكيمي وكذلك حكيم زياش. والجهه الاخرى كنتوقع على انه يكون اللاعب سليم املاح في هذه الجهه. هذه اخر مباراه مع المنتخب ديال تنزانيا كصوره اللاعبين اللي لعبوا في هذا المركز. لعب عندنا امين حارث وكذلك لعب بلال خنوس، ولكن كان عندنا واحد السبب اللي خلى هاد اللاعبين يلعبوا والعطاء ديالهم من طبيعه الحال كان عطاء اللي مزيان. السبب اللي خلى اللاعبين انهم يلعبوا وهو كيتعلق بالغياب ديال اللاعب اوناحي وكذلك الغياب ديال اللاعب سليم املاح اللي كان عندهم مشكله ديال عدم الجاهزيه. ففي المباراه ديال غدا هاد اللاعبين اللي هما من العناصر الاساسيه والمباشره ديال وليد الركراكي اللي كيثق فيهم حسب الارقام شفنا بانهم دائما كيلعبوا اساسيين، فعز الدين اوناحي وكذلك سليم املاح هما اللاعبين اللي يكونوا كلاعبين اساسيين. فامين حارث واللاعب بلال خنوس غالبا يكونوا كلاعبين اللي بدلاء في اللاعبين ديال وسط الملعب. غنمشيو لخط الهجوم السي محمد. اكيد بان اسماء معروفه في خط الهجوم بوجود النصيري كراس حربه غيكون معه في الغالب زياش، وايضا نقدروا نشوفوا اللاعب عادلي حاضر لان اللاعب بوفال ما كانش عنده ربما الجاهزيه وخا لعب المباراه ديال سيرانيو. ما عرفتش واش بدا من البدايه ولا دخل كبديل، ولكن سجل مباراه سيرانيو، ولكن لا اعتقد بانه غيكون حاضر يعني كرسمي في مباراه تنزانيا. ربما الثلاثي هو النصيري عادلي وزياش. وتوقع الشخصي على انه سفيان بوفال على الرغم من العطاء ديالو والثقه ديال الوالد الركراكي في اللاعب، فعدم الجاهزيه والتنافسيه بسبب الاصابه اللي كان تعرض لها فربما تقدر تقلص من الحظوظ ديال سفيان بوفال على انه يبدا كاساسي. كتوقع الشخصي من طبيعه الحال الا كان لاعب امين عدلي جاهز خاصه على المستوى الذهني فيلعب رسمي. هو اللي لعب في المباراه اللي كانت اخر مباراه ديال المنتخب المغربي مع المنتخب ديال تنزانيا، تالق كان دار مباراه اللي كبيره تحصل على ضربه جزاء اللي كان انا ذاك دارها اللاعب اشرف حكيمي. فكنتوقع يكون اللاعب امين عدلي كاساسي، سفيان بوفال يقدر يكون كلاعب بديل في الشوط الثاني. وكنعرفوا العطاء ديال اللاعب سفيان بوفال خاصه في طول الساعه الاخير 25 دقيقه في كل العطاء ديالو بمستوى اللي كبير، خاصه حاليا كنتوفروا على لاعب اللي مستوى ديالو في الجهه مستوى اللي كبير، والعطاء ديالو مع باير ليفركوزن عطاء اللي ثابت ودائم التألق والتسجيل. فكنتوقع لاعب سفيان بوفال يكون كلاعب بديل في الشوط الثاني، وامين عدلي هو اللي يكون في الجهه الجناح الايسر للمنتخب المغربي. في الجهه الاخرى كنتوقع لانه يكون لاعب حكيم زياش كاساسي. وبالنسبه لقلب الهجوم يوسف النصيري لاعب اللي كيبني عليه بزاف وليد الركراكي في المنظومه اللي كيلعب فيها هجوميا دفاعيا وكذلك في الكره الثابته معنا وكذلك اللي علينا. فحسب رايي هذه التشكيله 11 اللي ممكن وليد يلعب بها المباراه ديال غدا ضد المنتخب ديال تنزانيا. سي محمد غنناقشوا، اسمح لي سي محمد، باقي لنا بزاف ديال الفقرات. غيجي سي محمد يلتحق بينا وغنواصلوا النقاش، وبعد ذلك غنسولوا سي محمد جميع تفاصيل هاد التشكيله المحتمله ديال المنتخب المغربي. ولكن قبل ذلك غنشوفوا ماذا قال وليد الركراكي عن المنتخب المغربي وعن اللاعبين الذين توفر عليهم ثم نعود.
بيان سور عندنا لوساتور ديال المونديال وشفتوا يمكن كان 11 ولا 12 جوار اللي كانوا في المونديال اللي ما كاينينش سا فيدير كون ا رينوفلي اوسي ليفيكتيف دي فوا بار مانك دو شوا اي دي فوا بار سيرتيتود عندنا الدراري بحال اللي قلتي داو كاس افريقيا يو 23 كيلعبوا في لي كلوب ديالهم كيستاهلوا يكونوا معنا وكيدقوا في الباب لافونتاج اللي عندنا عندنا ايزون فان في لونترينمون كيطلعوا لنا الريتم كيسنا وقتهم وانا جون سو سور 100% كو لي ريترول اما غدا اما في لا كومبيتيسيون غيعطينا لو بلوس اي اون بلوس عندهم ان تري بون ايتا ديسبري هادي اللي مهم دونك عندنا بلوس دو بوسيبيليتي في لو بون بلوس دو كونكورونس هيدا تا دراري ديال كوب دي موند ما كتخليهمش حتى هما يرتاحوا يسحب لهم البلاصه ديالهم الي سيرتين اي سي توجور بون بور لونترينور هادشي هذا هو الفكر ديال وليد الزاغي قال بانه حافظ على تشكيله المنتخب المغربي في مونديال القدر التشكيله الرئيسيه لان 11 اللاعبين ما بقاوش مع المنتخب في الفتره الحاليه ولكنه قال بانه جاب لاعبين شباب باش يعمل التنافسيه في هذا المنتخب وهذا الشيء قال في صالح المدرب طبعاً الحال لان الا لاحظنا بحال اللي قال السي محمد كاين واحد ربما على حسب ما وصلنا من الاخبار من كوت ديفوار لان وليد الركراكي بغى يستغل كما هو النشاط اللي وصل له حكيم زياش في فريق غلطة سراي التركي على ان المردود ديالو كيلعب وراء المهاجمين كيكون المردود ديالو اكثر كيكون التوزيع اكثر ربما على حسب اللي وصلنا من الاخبار على ان وليد الركراكي غادي يعتمد على حكيم زياش وراء نصيري بحال اللي كان كيعمل بحال اللي كيدخل الوسط على اساس انه يكون في الجهه اليمين يقدر يكون تيسودالي او يكون امين عدلي بوفال بحال اللي قلنا كنعرفوا بان وليد الركراكي عنده واحد القناعه ثابته بمجموعه ديال اللاعبين هو كيامن بهم وعطيتهم فرصه وربما التشكيله غادي تبقى تقريبا 100% بحال اللي كنعرفوا بحال شركه المونديال غادي يغير التموقع ديالو من ناحيه ديال الضغط الهجومي بطبيعه الحال غنلعبوا بطريقه هجوميه ما ننتظروش احنا الفريق الخصم يوصل وربما التخوف كنا لعبنا حسينا به في المنتخب اللي بدا في تنزانيا المنتخب المغربي بدا في الاول بواحد النوع ديال التردد واحد النوع ديال عدم الثقه بعد مع مجريات المقابله خدا المبادره وربما تسيد المقابله ديال تنزانيا طولا وعرضا وكان ربما ينتصر بواحد الحصه كبيره نعم كلام صحيح السي عبد الطيف ولكن بغيت واحد الاجابه حول ما قاله الناخب الوطني وليد الركراكي حول انه احتفظ باللاعب الاساسيين اللي كانوا في مونديال قطر وجاب لاعبين شباب باش يعمل المنافسه وهذا قال يعني في صالح المدرب وهذا ذكاء ديال وليد صراحه اكيد لان سياسه ناجحه ومتميزه للاطار الوطني المغربي السيد وليد الركراكي لان بالنتيجه يكون عندك لاعبين مجربين لاعبين لعبوا في ربما كؤوس افريقيا قبل من الكاس افريقيا الحاليه تضم لهم لاعبين شباب لاعبين عندهم طموح كبير من اجل يعني البحث عن الرسميه من اجل التالق من البحث على افاق في يعني على المستوى ربما الاوروبي في انديه عملاقه كبيره يلتحقوا بها علاش لا اذا دار مزيج خلط ما بين الشباب ويعني عناصر التجربه وهنا تتولي واحد لا كونكورونس كبيره ما بين اللاعبين اللاعب اللي تيكون تيتولير اللي تيكون عنده تجربه تيبقى دائما وهذا شيء عادي للناس بالنسبه للاعبين يعني الناس اللي لعبوا كره القدم او المدربين هما عارفين هذه الاشياء هذه بان تكون عندك منافس دائما تتحاول تعطي اكثر ما لديك من اجل يعني الحفاظ على المكانه وعلى الرسميه ديال اي لاعب وكما اظن بان حتى وليد الركراكي سيحافظ على التكتيك والنهج الذي لعب به بكاس العالم لان احنا تعرفوا يعني جميع المتتبعين والتقنيين تعرفوا بان وليد الركراكي تيلعب الخطه ديال 4-3-3 خطه اللي هي اصلا وفي الاصل دارت من اجل الشباب من اجل لي جون يعني لان تعطي حلول عديده دائما تكون عند يعني اللي تكون عنده الكره دائما تكون عنده العديد من الحلول وهذا غيكون في صالح اكيد المنتخب الوطني المغربي دائما كيبحث على تقارب ديال الخطوط ما بين الدفاع وسط الميدان الهجوم ما بين 10 حتى 15 متر وهذه كانت نقاط القوه ديال المنتخب الوطني المغربي زائد لي زانفيلتراسيون يعني من الجهه اليمنى والجهه اليسرى بان قوه المنتخب الوطني المغربي السي عبد الله يعني الحضور الكريم بان تتكمن في الاظهره بالسرعه ديال اشرف حكيمي ديال زياش ديال بوفال واكيد ديال يحيى عطيه الله والمزراوي لان القوه اللي هادشي شفناه في كاس العالم تعتمد على الاظهره اختراقات افيك نعم. وسون با
بالون بكره او بدون كره. والحاجه المهمه تنظن بان في اللقاء القادم ان شاء الله باذن الله غنلعبوا بما يسمى لو تريونغل اوفونسيف مثلث مقلوب هجوميا، بحيث غنلعبوا اكيد غنلعبوا بوسطي ميدان هجومي من اجل خلق اكثر عدد ممكن من المثلثات، ويتخلق اكثر عدد ممكن من المثلثات. كن على اكيد وعلى يقين سي عبد الله بان سوف يخلق عدد كبير من الفرص لتسجيل اهداف زائد صعود اللي نقصت بعض المنتخبات. يعني المنتخب اللي كان عنده الفعاليه في هذه الدوره لحد الساعه هو المنتخب السنغالي. لا خوف بكل صراحه، يمكن انا سجلت ثلاثه الاهداف سي عبد الله. لا خوف على المنتخب الوطني المغربي، لا طونطو قلت لك بان خصنا نعرفوا نحميو الظهر ديالنا، لكن معروف بان لدينا محارب من عيار ثقيل اسد يستاسد دائما في اللقاءات يعني الرسميه، ودائما كان يلعب دائما دور البطوله امرابط، لان هو نعم. قائد ما يسمى بلو تي ديفونسيف، لان معروف تيكون دائما نعم. لاعب وراء امرابط. قلنا لاعبين مجربين وخذوا المونديال، قلنا لاعبين شباب، ملي كنقولوا لاعبين شباب ماشي شباب يعني لاعبين باقي عاد دخلوا للمنتخب، راه لاعبين شباب سبق لهم توجوا بكاس افريقيا الاقل 23 سنه، تاهلوا للالعاب. دورهم كبير استاذ عبد الله، دورهم كبير في الفوز بكاس افريقيا ان شاء الله. وايضا هاد اللاعبين هما لاعبين رسميين مع فرق كبيره في الدوريات الاوروبيه. غنوصلوا للنقاش، ولكن غنمشيو الان نتابعوا التقرير التالي للزميل فيصل الزكي حول المواجهه المرتقبه بين المنتخب المغربي ونظيره التنزاني. نتابع. على أرضية هذا الملعب تبدأ فصول حكاية جديدة في مسار أسود الأطلس داخل الأدغال الإفريقية، حكاية تتمناها الجماهير المغربية أن تكون مقدمتها مثالية وتتم لملحمة المونديال التاريخية. ضربة البداية إذن ستكون أمام منتخب تنزانيا. لأجل هذه المباراة عاد الناخب الوطني وليد الركراكي لاعبيها المدعوين لخوض غمار المنافسات في سان بيدرو، ولنحو 10 أيام يواصل رفاق حكيم زياش تحضيراتهم التي انطلقت بالمملكة من أجل الاستئناس بأجواء المدينة الساحلية. التحضير للنزال الافتتاحي تسوده الجدية والانضباط بين صفوف اللاعبين في ظروف تكاد تكون مثالية، حيث سخرت الجامعة كل الإمكانيات لأجل راحة العناصر الوطنية والطاقم التقني. هذه العوامل رسخت في أذهان اللاعبين مدى أهمية الفوز في اللقاء الافتتاحي أمام تنزانيا، المنافس الذي سبق أن واجهوه قبل أزيد من شهرين في تصفية مونديال 2026، وهي المباراة رقم 5 في تاريخ مواجهات المنتخبين. في دار السلام عاد أسود الأطلس بانتصار مهم بثنائية في نزال تسيد فيه رفاق يوسف أنصيري المباراة طولا وعرضا، لكن المنافسات هذه المرة تختلف، والخصم سيضرب ألف حساب كي لا يتكبد خسارة جديدة أمام رابع المونديال. كتيبة المدرب عادل عمروش ستبحث من دون شك عن فوزها الأول في المسابقة القارية خلال الثالث حضور لها في النهائيات، ففي المشاركتين السابقتين خلال دورتي 1980 و2019 اكتفى التنزانيون بتعادل واحد وخمس هزائم، لذا الحرص على تفادي سقوط جديد هو ما يصبو إليه رفاق المهاجم سايمون مسوفا. أمام منتخب نجوم الأمة سيحاول الأسود اللعب بواقعية ونسيان الفوارق التي تميز المنتخبين، ففي كان الكوت ديفوار بالذات لا فرق بين منتخبات كبيرة أو صغيرة، ولعل النتائج المسجلة لحد اللحظة خير برهان على أن الحسم يكون داخل رقعة الميدان. إذن مواجهة قوية في انتظار المنتخب المغربي، قد نقول على الورق مرة أخرى بأنه الحلقة الأفضل، لكن رغم فوزه يعني قبل شهرين في تصفيات مونديال 2020 هناك في دار السلام، لكن كما قلنا دائما وما علمتنا الكأس الإفريقية بأن كل مفاجآت واردة، ولكن المنتخب المغربي يملك كل القوة كل التقنيات من أجل إيقاف يعني ربما هذا المد إن صح التعبير اللي يقدر يكون ديال المنتخب التنزاني، ولو انه مستبعد. نبغي نعرفوا الان سي محمد في الشاشه بطبيعه الحال النهج التكتيكي ربما المتوقع ديال المنتخب التنزاني في هذه المواجهه مع المنتخب المغربي، وكنعرفوا بان الفريق المنتخبان تواجها قبل شهرين والغلبه كانت للمنتخب المغربي. كتوقع النظام لاعب ديال المنتخب ديال تنزانيا، وهذا مبني على المباراه اللي كانت عندنا معاهم في المباراه اللي كانت اخيره في تصفيات كاس العالم، نظام لاعب اللي لعب به المدرب ديال المنتخب ديال تنزانيا، فيه لاعبين 5 ديال اللاعبين في الدفاع، 3 ديال المحاور،
اللي هي نفس الخطه اللي كان توقع يلعبوا بها في المباراه ديال غدا بنفس الرسم تكتيكي، خمسه ديال المدافعين غادي يكونوا بنفس النظام اللي كان في المباراه الاخيره ضدنا معهم، بدفاع اللي غالبا في اطوار المباراه غادي يكون ككتله منخفضه، غادي يدافعوا لتحت. الرغبه والهدف ديال المدرب ديالهم على انه يسحب المنتخب الوطني المغربي المناطق ديالهم ويمشيوا لينا بالهجمات السريعه وكذلك بالتحولات، فهذه هي الخطه اللي ممكن انه يلعب بها المدرب. اربعه ديال اللاعبين كيف ما كان في المباراه اللي كانت قبل، كان نظام لاعب في 5-4-1، والطريقه اللي كانوا كيعتمدوا عليها في المباراه اللي كان بنيو عليها من طبيعه الحال حيت هي المباراه اللي عندنا، ممكن المدرب يبدل، ولكن السبع على انه يبدل، كنتوقع لانه يبدا بنفس النظام اللي لعب به في اخر مباراه 5-4-1 في حارس مرمى من طبيعه الحال. هذه الخطه اللي فيها غالبا بلوك دفاعي متحفظ، والكتله الدفاعيه ديال المنتخب تنزانيا غادي تكون ككتله متماسكه للاسفل. المنتخب الوطني المغربي من طبيعه الحال خصو يبحث على الحلول. بالنسبه للمثلث ديال وسط الملعب، الاستاذ عبد اللطيف قال بانه كيتوقع زياش يلعب كلاعب صانع العاب. شخصيا كنتوقع على انه نلعبوا ب 4-3-3 اللي كتحول في نظام دفاعي 4-1-4-1. علاش؟ لاعب سفيان امرابط الا بغيتي تخرج منه احسن لاعب في المباراه، لعبوا كبيفو قدامه جوج لاعبين يديروا البوكس تو بوكس، وتستافد هجوميا من جوج لاعبين يكونوا في الخدمات الهجوميه اللي كتحول لنا خمسه ديال اللاعبين في الحاله الهجوميه. عكس الى لعبنا بمثلث مقلوب القاعده ديالو الى الاسفل، سفيان امرابط في نظام لاعب بحال هذا ما كيلقاش راحته، والعطاء ديالو ما يكونش مزيان. فكنتوقع شخصيا حسب كتوقع شخصي من طبيعه الحال مبني على متابعه المباريات ونظام لاعب ديال وليد الركراكي، غالبا بلون جو غادي يكون على هذا الشكل. هذا هو يعني بلون جو كما قلتي سي محمد، وقلتي واكدتي بان المنتخب التنزاني غيلعب بنفس الطريقه اللي لعب بها مباراه في تصفيات مونديال 2026 قبل شهرين. غنشوفوا ماذا قال عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا حول هذه المواجهه ثم نعود. قبل كل شيء احنا رانا هنا في هذه الدوره، يعني الحمد لله يعني كل شيء ماشي مزيان وماشي بالمعقول. تدريبات تاع اللاعبين ما عندنا اي حاجه يعني الا لا يعني لاعبين مصابين، اثنين لاعبين مصابين اللي لعبوا ضد المغرب في المباراه اللي فاتت، ولكن الامور ماشيه كما على حسب ما يرى، يعني كل امور موجوده باش يعني ندخلوا في هذه المباراه يعني بكل طاقتنا، وحنا نعرفوا واش راه يستنى فينا في المقابله الجايه. إذا المدرب الجزائري للمنتخب التنزاني عادل عمروش يؤكد على صعوبة المواجهة مع المنتخب المغربي، ويقول بأنه يعرف ماذا ينتظر المنتخب التنزاني مع رابع العالم. سبحان الله، يعني كل يوم عادل عمروش يخرج علينا بتصريحات، ولكن غنوصلوا مع عادل عمروش ونشوفوا ماذا قال حول الجدل الذي خلقه قبل يومين فقط عندما قال بأن المنتخب المغربي يستعمل بعض الأمور خارج عن الرياضة ليفوز في المواجهات. ومن تكلمت على التنظيم، تكلمت على 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 الفكر التكتيكي تاع المدرب، على الاطار العربي، تكلمت كثير على امور الايجابيه، تكلمت على 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 طريقه اللعب، يعني الامور الايجابيه اللي تكلمتهم الكل باينين، ومش انا اللي حنتكلم، لان الفريق اللي يفوز على البرازيل حنجي انا نقول بلي هذا فريق يعني يفوز يعني بالحظ، لا، هذا الفريق فاز يعني بالامكانيه تاعو، وخاصه ولحد ما يقدر يمحي التاريخ تاع المنتخب المغربي. يعني ما حش يعني نكثر في الكلام، ونظن بلي النتائج تاع المنتخب المغربي هو يجاوب على كل الاسئله. إذا عمروش يحاول تبرير ما قاله، يقول عمروش بأن المنتخب المغربي لا أحد يمكن أن يزايد عليه، هو منتخب رابع العالم وله كل إمكانيات للتألق. ما غنعلقوش لهذا السي عمروش لأنه علق أو أجاب على نفسه بنفسه، وغنواصلوا النقاش ديالنا حول الأسلوب اللاعب للمنتخب المغربي والتشكيلة المحتملة. قلنا بأن المنتخب التنزاني سي عبد اللطيف قد يلعب
مدافعا، وكيف ما قال السي محمد 5-4-1 هي تشكيله تكون مع تكون عاده مع الفريق اللي كتشوفو انت افضل منك، وفي ارض الواقع او على الورق المغرب افضل من المنتخب التنزاني وفاز عليه كما قلنا قبل شهرين فقط. ولكن هل تعتقد بان المنتخب التنزاني زعما غيكون بهذه الطريقه اللي قال السي محمد؟ تقريبا، لان من المعتمد على ان حتى ملي لعب ضد المغرب تنزانيا لعب خطه دفاعيه واعتمد على مهاجم واحد. ربما الى كنا سمعنا نتذكروا المقابله اللي لعبت تنزانيا، في جميع اطوار المقابله تنزانيا وصلت تقريبا جوج المرات الدفاع ديال الحارس المغربي، يعني ما كانوش ما كيوصلوش، وهذا كيبين بان الثقه ما كانش عندهم ثقه في نفسهم رغم انهم كانوا لاعبين في بلادهم. وكان المغرب امام محك جديد، امام امتحان جديد هو اثبات الذات، او ربما المقابله الاولى اللي غادي يلعب بعد كاس العالم. التصور على ان المنتخب المغربي العالمي كيختلف على المنتخب المغربي في افريقيا، في الاجواء الافريقيه، الطقوس الافريقيه المناخيه، الضغط الجماهيري، ومع ذلك المنتخب المغربي خير ناجح من هذا الاختبار، واكد العالم بان راه المنتخب المغربي في افريقيا قادر باش يحقق الانجازات والانجازات. ربما هذا اللي قاله وليد الركراكي على انه هو لعب تقريبا 50 مقابله في افريقيا، كيعرف الاجواء ديال افريقيا سواء ملي كان مع المنتخب الوطني ولا مع الفتح ولا مع الوداد، يعني عنده تجربه ميدانيه. وربما التجربه الميدانيه اللي لمسناها في ارض الواقع، لان المنتخب المغربي كيلعب واقعيه. كيلعب واقعيه، والواقعيه اللي كياكد ليها دائما السي عثمان كيقول بان المنتخب المغربي هو الحلقه الافضل في هذه البطوله. اكيد المنتخب الوطني المغربي المرشح الاول للفوز بكاس افريقيا، هذه حقيقه يعني لا فرار منها. تنظن فقط غتعطيني بسرعه طريقه اللعب المحتمله للمنتخب المغربي 4-3-3. يعني الاشكال هو بان 4-3-3 هي في الاصل الا كان البوتلت كيف ما قلت مقلوب لدول في اوفونسيف، يعني جوج ديال المهاجمين وسطي ميدان هجومي مورا لي تخوا زاتاكون. الاشكال اللي كاين ربما بان حققنا بنفس الطريقه نتائج مبهره ممتازه جيده في كاس العالم، لكن كان دائما عندنا فراغات، يعني كان دي كولوار اللي كانوا ايزيتي فيد دوفون لي زاتاكون ولا ميليو تيغ اوفونسيف. اليوم ضد تنزانيا ضد فرق ضعيفه تبحث عن تحقيق الذات امام المنتخب الوطني المغربي، سؤال مطروح وتطرح نفسه بقوه استاذ عبد الله، هل المنتخب الوطني المغربي قادر على خرق دفاعات المنتخبات الضعيفه افريقيا التي تمني النفس فقط اللاعب ضد المنتخب الوطني المغربي وليس البحث عن تعادل او نعم الفوز بزاف الوقت كما يعني، وربما حتى المدرب المدرب التنزاني يمني النفس بانه يعني وهذه فرصه ذهبيه بانه يلعب امام منتخب عالمي بكل من حجم المنتخب المغربي بكل ما تحمل الكلمه من معاني. نعم الوقت كيمشي بسرعه، ما قلناش بزاف ديال الوقت. تفضل. بطبيعه الحال اليوم قلتي بان 4-3-3 هي التشكيله المحتمله للمنتخب المغربي، نبغي نعرفوا الاسماء بصيغه نهائيه اللي غنقدروا نشوفوها في هذه المباراه وبتقنيات ثروات ديال المرمى. الاسماء من طبيعه الحال ياسين بونو كحراسه المرمى، كذلك القائد رومان سايس، كذلك في الجانب ديال المحور الدفاع اللاعب نيف أجريد، كذلك كلاعبين ديال الأظهرة أشرف حكيمي واللاعب يحيى عطية الله، كوسط ميدان اللاعب سفيان أمرابط، أمام سفيان أمرابط جوج ديال اللاعبين بوكس سو بوكس غادي يكون عز الدين أناحي وكذلك سليم املاح، في الجهه اليمنى كجناح. نمشيو الى سمحتي السي محمد نقولوا للمخرج ديالنا السي محمد كابيشي يعطينا التشكيله فورماسيون ديال المنتخب المغربي بالثروات دي هنا في البلاطو اذا سمحتي السي محمد. وطبعاً الحال موجوده اعتقد في الكونديكتور وغنشوفوا مع السي محمد انه يمكن انه يعلق على التشكيله المحتمله ديال المنتخب المغربي. بداية من طبيعة الحال ياسين بونو، كذلك اللاعب رومان سايس اللي هو القائد، في الجوار ديالو في المحور ديال الدفاع نيف أجريد، كظاهر أيمن أشرف حكيمي، كظاهر أيسر يحيى عطية الله، سفيان أمرابط، سليم عز الدين أناحي، سليم أملاح، حكيم زياش، أمين عدلي، وكذلك كقلب هجوم يوسف النصيري. بسرعه سي محمد غنشوفوا شكون اللي يربح معنا تحدي التشكيله، انت هذا هو التشكيله اللي عطيتينا، ولكن غنشوف مع الضيوف بسرعه النتيجه المتوقعه للمغرب تنزانيا. 3-0 جفائل 4-0 واو محمد 3-0 المنتخب تبارك الله عليكم، هذا ما نتمناه. شكرا لكم ضيوفي الكرام، نلتقي في حلقه الغد. شكرا لكم مشاهدينا، ختام الحلقه الخامسه من لعب الكاب في امان الله، وغدا غنشوفوا تشكيله المنتخب المغربي بتقنيات ترواد دي في امان الله.